تقول هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟ إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوها للخلطة بحيث يكون كثيرا جدا، ولكن لا تجوز إزالته بالنتف، لأن النتف من النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامص والمتنمص. وأما إذا كان خفيفا معتادا لا يؤذي ولا يشوه، فإن الأولى تركه وعدم التعرض له.